أنا أماني محادين، أم لطفلين. أنهيت دراستي الجامعية في بيت زوجي، توظفت بشهادتي محاسبة. ما لقيت شغفي بهذا المجال اللي أنا كنت بشتغل فيه. المجتمع ما كان متقبل إني ما أشتغل بشهادتي، بس أنا حسيت عندي شغف بمكان ثاني. بالصدفة صديقة لإلي حكت لي عن دورة كبار السن، صار عندي فضول إني أعرف عنها، لأنه في شغف داخلي بالنسبة إلى موضوع كبار السن تحديدا. كان عندي جارة كبيرة بالسن وكنت أجلس معها، ما كنت أحس بالوقت إنه بمضي. بنفس الوقت كنت أشوف كيف هي تكون مبسوطة لما تحصل على الرعاية. زعلت كتير بس توفت. الشيء اللي خلى عندي حافز أحاول أصنع التغيير. بالدورة هاي تعرفت على أشياء كثيرة ما كنت بعرفها أنا من قبل. طبعاً طرقنا لثلاث مواضيع: الجانب العلمي والمعنوي والنفسي. بعد ما أنهيت دورة كبار السن أخذت دورة تطوير الأعمال، يعني صار عنده الواحد خلفية كيف يبني مشروعه أو يعمل مشروعه. حابة أعمل نادي كبار السن. فكرة موجودة، التطبيق ممكن، لكن إحنا بحاجة للدعم المادي. إحنا عشان نزيد الوعي بهذا المجتمع، لأنها الفئة المهمشة، وبنطمح إنه يتم تطبيقه عندهم بالكرك.